مرحبا جميعا، اليوم سأتحدث عن الطريقة الوحيدة المضمونة لحل جميع المشاكل في هذا العالم، من مشاكل اقتصادية لمشاكل سياسية لمشاكل بيئية لمشاكل اجتماعية لمشاكل أخلاقية لمشاكل دينية، لجميع أنواع المشاكل دون أي استثناء. وأعتقد أنني نسيت أن أذكر الكثير من المشاكل الأخرى التي نواجهها في هذا العالم، وبالأخص المشاكل الوجودية. الطريقة الوحيدة المضمونة لحل هذه المشاكل، وليست هناك طريقة أخرى، وهي الوحيدة، القضية الوحيدة التي تحل جميع مشاكل العالم. نحن نعلم أن هناك قضايا كثيرة في هذا العالم، كقضية النسوية، كقضية المساواة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المثليين، حقوق أصحاب البشرة السوداء، حقوق الحيوانات وغيرها. لكن القضية الوحيدة التي تحل جميع هذه المشاكل، طبعا لكل قضية من تلك القضايا التي ذكرتها تحل فقط المشكلة التي تعني هذه القضية. يعني على سبيل المثال، قضية حقوق الحيوانات تحل مشكلة الحيوانات، قضية حقوق المثليين تحل مشكلة ما يتعرض له المثليين بشكل عام. لكن القضية الوحيدة التي بالفعل تجمع كل هذه القضايا دون أي استثناء، حتى لو كنتم أنتم أشخاص متدينين وتريدون أن تدافعوا عن قضاياكم الدينية، القضية التي تحل جميع هذه القضايا هي القضية اللا إنجابية، وبالتالي حتى تحقق هدف الانقراض الطوعي، وأركز على كلمة طوعي، هذه هي القضية الوحيدة وليست هناك أي شكوك في ذلك. أنتم يا إنجابيين يا تكاثريين الذين تشاهدون هذا الفيديو الآن، هل تستطيعون إنكار ذلك؟ هل تستطيعون أن تأتوا بحقائق تبطل ذلك؟ لا، هذه هي القضية الوحيدة التي تحل جميع هذه المشاكل. لذلك يجب على الجميع، على الجميع دون استثناء، أن يتبع هذه الفلسفة وأن يكف عن الإنجاب، وفي غضون 80 إلى 90 سنة تقريبا، حتى 100 سنة لنقول، ستنتهي البشرية وسيرتاح الجميع من آلام غير ضرورية، سيرتاح الجميع من جميع المشاكل. يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، ليست هناك أي حجة وليس هناك أي مبرر عكس ذلك. في عدم الإنجاب لن يكون هناك شخص مثلي يتعرض إلى الشتائم والتنمر والضرب فقط بسبب مثليته. في عدم الإنجاب لن يكون هناك شخص سيشتم الرسول محمد الذي ستحتد أنت وتنتصد من أجله ومن أجل دينك وتدافع عنه بشراسة. في عدم الإنجاب لن تكون هناك مرأة معنفة في أسرتها تعاني من عنف أسري. في عدم الإنجاب لن تكون هناك مشاكل بيئية. في عدم الإنجاب لن تكون هناك أي مشاكل عنصرية ضد أصحاب بشرة معينة أو جنسية معينة أو منطقة معينة مختلفة. في عدم الإنجاب لن تكون هناك مجاعات أو فقر أو بطالة. في عدم الإنجاب لن تكون هناك أمراض، والأهم، لن تكون هناك شيخوخة حتمية مؤكدة عند وجود شخص معين، ولن يكون هناك موت من الأساس. في عدم الإنجاب ستضمن على الأكيد عدم وجود شخص سيسألك يوما ما، ولو باحتمالية 1%، لماذا أنجبتني إلى هذه الحياة؟ هل أنا طلبت ذلك؟ في عدم الإنجاب لن تكون هناك منافسات وتراتبية في العمل وتحديات ومصاعب ومآسي. في عدم الإنجاب لن تكون هناك أحزان، لن تكون هناك آلام، لن تكون هناك أمراض مستعصية. في عدم الإنجاب لن يتعرض طفل ما للتحرش أو للتنمر أو لأي مشكلة قد تؤثر على نفسيته. في عدم الإنجاب لن يكون هناك أي مرضى نفسيين أو أشخاص دمويين أو مجرمين. في عدم الإنجاب لن يكون هناك معتقلين في السجون
وخاصة في السجون السياسية. في عدم الإنجاب لن تكون هناك حروب، لن تكون هناك نزاعات، لن تكون هناك احتياجات. في عدم الإنجاب سيعم السلام على جميع هذا العالم في عدم الوجود.